الله شغلنا في قطاع غزة وإن شاء الله تخلص الحرب على خير. بنبارك لكل الشعب الفلسطيني اتهاد التأهل وبنهدي مرة التأهل وبنهدي الأرض الشعب في قطاع غزة التأهل. وإحنا بنشكر كل الداعمين لقضية الفلسطينية ولكل اللي شجعونا وكل اللي وقفوا معنا ونحكي لهم شكرا. وأنتوا فخرنا وأنت تاج راسنا وإحنا أول إشي بدونكوا. احنا بنلعب على شعبكم واحنا منكم لاجل زي ما هم داعمينا. خليكم متواصلين على السوشيال ميديا في الدعم لنا، خليكم متواصلين مع شعبنا في غزه، خليكم متواصلين مع الجميع. احكوا كل ما بتحسوا فيه، خلي كل العالم تسمع صوتنا، تسمع قضيتنا وتعرف قضيتنا. اكيد كل العالم حاليا عارف بالقضيه الفلسطينيه، كل اللي بمر في الشعب الفلسطيني اكيد في متخاذلين، اكيد في داعمين. احنا نتمنى الكل يدعم شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وكل فلسطين. فلسطين محتاجة الجميع ومحتاجة دعم الجميع. كل شعب فلسطيني بيستاهل الحياة. احنا شعب بنحب الحياة وبإذن الله منتصرين في هاي الحرب. بإذن الله احنا هنعدي منها، ترجع فلسطين رفع راسها قدام كل العالم. مهما كان الخصم سواء المنتخب القطري او المنتخب الاسترالي احنا رح نحترم الخصم لانه احنا عندنا هدف ثاني. احنا خلصنا الهدف الاولاني هو التاهل، باذن الله هدفنا الثاني ان شاء الله نتاهل لدور الثمانيه. كل احترام لمنتخب قطر وكل احترام لمنتخب اسرائيل. احنا هنلعب مباراه نهائيه عشان نطلع للدور الثمانيه ان شاء الله. يكون الفوز حليفنا ان شاء الله.